نتعديو لزوز اسامي اللي مبعد. ذكرياتك الجميله مع جي سي سي حكيتهم لنا قبل. جي سي سي فيه ذكريات اخرى لمن الشكر ولمن التوبيخ بين مريم بن مولاهم ومريم بن شعبي. الحقيقة بختون نحبها مريم معناتها نحبها مريم بن مولاهم. انا نحبها باش يقولوا لي كيفاش ما نحبها. تقولوا لي كيفاش تحبها؟ يقولوا لي اي كيفاش معناتها تحبها. انا نحبها اما اليوم نجم نعطيها شي توبيخ على خاطر معناتها قاعده انا رالي هي قاعده تعمل في حاجات اللي قاعدين يطيحوا فيها لوطا مش قاعدين يهزوا فيها. كيف مريم بن شعبان؟ مريم بن شعبان فنانة كبيرة ممثلة أنا نحبها برشا كممثلة، ولكن قاعدة تعمل في تصريحات في تصريحات ممكن شوية قاعدة تضر فيها وقاعدة طيحلها بالحق. أنا نراها مع احترامي ليها كما قلت لك فنانة كبيرة ونحبها برشا، أما قاعدة تعمل في تصريحات وقاعدة تعمل في حاجات اللي يطيحوا لها من قيمة هالفنانة الكبيرة هذي. واضح هذوما زوز توبيخ، زوز لولانين زوز شكر وذوما زوز توبيخ. عامل يظهر لك قانون البرنامج بدلو كما تحب اهم بيه. خاطر شنو باش نقول لك ما نكذبش عليك، انا صريحه معاك حموده، صريحه معاك خويا.